مساء الخير. لو كنت من أصحاب الفيسبوك أو التويتر يبقى أكيد قريت خبر إن 100,000 مصري مطلوب للتجنيد، مش في الجيش المصري، لأ، دول مطلوب بيبقوا مجندين في جيش قطر بمرتبات مغرية جدا، طبعا عشان يبقوا عسكر قطر يدوا التحية للعلم القطري ويوقفوا للسلام الجمهوري القطري. حتى لو ما وقفوش للسلام الوطني المصري، مش عشان السلام الوطني مصري، لكن عشان الوقفة بلوشي مش جايبة همها يعني. وصدقني وصدقيني انت كمان، هيتقدم مليون مش بس 100,000 من الفقر والاحتياج، وما نقدرش نلومهم، لكن تلوم النهضة اللي مشروعها مش عارفينه ولا شايفين له ملامح ومستنيينه زي ملايين ما مستنية تاكل كويس وتشرب كويس وتتعالج كويس، او على الاقل بشكل ادمي. مستنيين نشوف سوا وعود الحفاظ على كرامة المصري، اللي مش هنقبل انه يبقى مرتزقة او عسكري عصابات لحساب اللي يدفع، واليومين دول الدفيعة كتير جدا. ويا خسارة على المصري اللي هيتباع مرتزقة لجيش اجنبي، يا حسرة، حقيقي حسرة. محدش يقول لي ده جيش عربي ولا جيش لويندي. لو الخبر ده صحيح يبقى جريمة، ولازم صاحب الفكرة او الاقتراح ده يتحاكم. وبنطالب ان تجنيد او عمل اي مصري في الخارج في عمل عسكري يبقى من خلال جيش مصر اللي رافع علم مصر، مش اللي رافع علم دولة تانية. ما ننساش كمان ان في ناس بتقول ان دول هيبقوا ميليشيات العسكرية للاخوان اللي هتتدرب علشان يبقى جاهزة لو احتاجتها الجماعة. عشان كده نابحين حسنا وبنقول والنبي حد يرد علينا، حد يطلع يقول يا جماعة دي إشاعات ما تصدقوش. طب وحياة النبي، وحياة النبي اللي زرته يا سيادة الرئيس وحطيت إيدك على بابه، حد يطلع يرد علينا ويقول لنا إن الكلام ده كذب؟ وبعدين معلش، لما تبقى قطر اللي تعداد سكانها ربع عدد سكان شارع فيصل، عايزة 100,000 مصري تعمل بيهم إيه؟ لازم نسأل عاوزينهم يعملوا بيهم ايه؟ وهي قطر خايفة من ايه؟ وهي عندها اكبر قاعدة عسكرية امريكية في الخليج، وطبعا مش بس امريكية، ويمكن متهددة من ابو ظبي ولا حاجة، او يمكن عندهم خناقة مع حد في الامارات. لو اي شاب شايفها فرصة عمل مزهزها كده بنقول له فكر، عشان الفرصة دي يمكن تكون لتأهيلك انت، عشان في يوم من الايام تبقى انت سبب في هدم بلدك اللي فيها والدك ووالدتك واخواتك، البلد اللي اسمها مصر اللي هي بلدك انت. وما تخدعش نفسك بانك هتاخد المصاري زي ما بيقولوا عليها هناك، مصاري، ها؟ بس هتبقى ايه؟ هتبقى محافظ على نفسك ومش هتتغير. دخول الحمام مش زي خروجه، وكتير قبلك قالوا كده وتورطوا. اما بقى عن مهندسين الصفقة دول، فبنقول لهم لو كانت بلدكو هانت قوي عليكو كده عشان المصالح، يبقى أملنا في جهات وطنية قوي ومخلصة قوي تقدر توقف الموضوع ده عند حده. ومصر اللي اتبنت في 7,000 سنة محدش يقدر يهدمها. كان الخبر مستفز قوي، ومعلش اعذروني، ده حتى الخبر ده نساني زيارة السيدة كلينتون لمصر. وعايزين نقول للسيدة الفاضلة هيلاري كلينتون، الأخبار يا ترى الدخول من الباب الخلفي للأوتيل مريح؟ الشعب اللي نزل امبارح عشان يقولك خطوة عزيزة انتي والمعونة، هو ده شعب مصر اللي بيرفض الوصاية والهيمنة ومحاولة الإيحاء ان الحكومة اللي هتتشكل هتتشكل بأوامر أمريكية. الشعب اللي قالك لأ مهما قبلك مسؤول ولا اجتمع بيكي حزب. مصر مش الولاية 53 ولا عمرها هتكون، ومش ولاية. ولو عاوزين تضحكوا بقى، لو عايزين كده نضحك شوية كده مع بعض، حب أقول لكم إن قناة CNN والإعلام الأمريكي اللي ما بيفوتش دبة النملة ما جابش أي سيرة لوقفة الألاف امبارح ضد زيارة السيدة كلينتون. الإعلام الأمريكي اللي اتباهى إنه يعرف ماركة الفانيلا بتاعت صدام حسين، ما شفناش حصار عنده للمصريين لمقر كلينتون، والظاهر انه بس متخصص في معرفة ماركات الفانيلات. اما الالاف من البشر اللي كانت واقفة ما شفناهاش.
بس على أي حال السيدة الفاضلة هيلاري كلينتون أخذت من الشعب المصري درس ومش هتنساه هي وأتباعها. ومن محطة الدروس بقى خلونا نروح لمحطة الأدب ونفتكر مع بعض كده إن في القرن الماضي ظهر نوع من المسرح اسمه مسرح اللامعقول، واللي بتفكرنا بيه الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر بإصرار البعض على إضافة مادة تانية أو تالتة بقى بتقول السيادة لله، وكأن السيادة مش هتكون لله إلا بنص دستوري، وإن ربنا اللي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن ووصف نفسه جل جلاله إنه ملك الملك منتظر الدستور المصري يحط مادة عشان تبقى السيادة لله. استغفر الله العظيم، والله ربنا اللي قدرته بكلمة كن فيكون محتاج إثبات ده في الدستور، ولا كمان يبقى النص المقترح، ولا يعني لو تشوفوا بقى بقية النص المقترح إن السيادة لله والسلطة للشعب، يعني استغفر الله العظيم، له السيادة وليس له السلطة. طب لو اختلفنا في أمر من أمور السيادة هنعمل إيه وإحنا ما فيناش أنبياء؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض له الأمر من قبل ومن بعد، ما طلبش من مخلوقاته تثبت له السيادة، لكن طلب إعمار الأرض، طلب التراحم، طلب العدل والحرية والمساواة والضمير. ربنا نهى عن الفعل الفاحش وسرقة السولار والكذب وأكل قوت الغلابة. ربنا نهى عن الإتجار بفقر الناس واحتياجاتهم. ربنا أمر بالعلم وبالعمل، هو ده اللي ربنا أمر إن احنا نكتبه في الدستور، وإن الدين مش زي ولا مظهر، الدين معاملة بمنتهى الأدب.